خبيرة علاقات عامة وسوشيال ميديا، وبشتغل في التدريب والتدريب الشخصي. حكايتي باختصار، أنا من ذوي الإعاقة البصرية، من ضعاف البصر، اللي كان همي الأساسي إن أنا أكمل تعليمي، وكان ده هم أمي. ما كنتش أعرف إن ده حالة موجودة عند ناس كتير، فدخلت مدرسة عادية، وكان بيلجأوا لتكبير الكتب عشان أعرف أشوفها وأعرف أدخل امتحانات وكلام زي كده، وكان ماما بتذكرني سامعي أكتر الوقت. دخلت كلية إعلام والحمد لله اتخرجت، واشتغلت معيدة في كلية إعلام وكملت دراستي. الفكرة كلها إن شغلي بقى وهمي الشاغل إن أنا أعمل توعية بضعف البصر. يمكن دلوقتي أحسن من زمان. الفكرة كلها إن مش كل ضعيف بصر محتاج يلبس نظارة، في ضعاف بصر كتير محتاجين حاجات اسمها معيات بصرية أو طريق إضاءة معينة أو حاجات بسيطة ممكن تخلي لهم حياتهم أسهل بالإضافة للنظارة. يعني ضعيف بصر يعني حد عامة ممكن ما يشوفش بالشكل الصحيح أو الكافي مهما لبس نظارة أو مهما عمل عمليات أو بعض الحاجات الطبية. طيب نعمل إيه؟ الفكرة كلها إن إحنا بدأنا إن إحنا نوعي الناس من خلال السوشيال ميديا، من خلال لقاءاتي مع الناس، من خلال الحملات اللي بعملها في مدارس لها دعوة بالتنمر أو لها دعوة بالثقة بالنفس. وبنكتشف كتير إن جزء من ثقافة الاختلاف دي مفروض تكون عندنا بشكل أكبر. بنحاول إن إحنا ننشر توعية بالمعينات البصرية واستخدامها، وإن أحيانا كتير بتكون الكلمة الكويسة أو تقبل الشخص بيديله مساحات أكبر من التعامل، ويديله فرصة إن هو يكون ناجح وموجود في الساحة بشكل أكبر.